الكثير من زوار مكة وبعض من ساكنيها يمرون عبر شوارعها قاصدين بيتها العتيق أو قاصدين شعابها وثناياها. تأخذهم المدينة بقداستها، فلا يفطنون إلى أن كل متر يعبرونه يشهد حدثاً وتاريخاً حفظوه عن ظهر قلب، لكنهم لم ينتبهوا إلى مكان حدوثه الذي قد يكون تحت سمعهم وبصرهم. وبعد افتراق جيش الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إلى كتيبتين من الزاهر، كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مرت ب وش اسم الريع هذا؟ هذا يسمى الثنية الخضراء قديما، والآن تعرف بريع الكحل، ولذلك نتوقع لأنها كانت ثنية ضيقة وليست متسعة كما تشير بذلك الخرائط القديمة التي عثرنا عليها. فهذه الثنية لا تستوعب كامل الجيش المكون من 10,000 مقاتل، وبالتالي كان من اللازم أن ينقسم الجيش ويدخل من الثنية الخضراء ويدخل من ثنية الحصحاص بتحقيق هدف الدخول إلى ذي طوى من زاوية، ومن زاوية أخرى بهدف السيطرة أيضا على مداخل مكة، بحيث أنه ما نضمن أن تكون هناك قوات متمركزة في مكان ما أو كامنة في مكان ما وتخرج وتهاجم قوات المصطفى عليه الصلاة والسلام من الظهر، خاصة بعد تقسيم الجيش إلى عدة كتائب والذي سيحدث لاحقا في منطقة ذي طوى. إذن هذا الجبل، هذه الثنية زي ما قلنا لكم، هو الآن حفر، لكنه قديما كان تصعدها الخيول والإبل. نعم. اسمه قديما الخضراء لأن البازلت هنا، صخور البازلت تميل إلى اللون الأخضر، وطبيعة أهل مكة ما شاء الله عليهم وأدبهم وخفة دمهم سموها الكحل، لأنه أيضا هو يميل إلى اللون الكحلي، والعرب يسمون أحيانا يسمون اللون الأسمر الغامق يسمونه أخضر. نعم. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته إذا عمل عملا أثبته ويتقنه، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل حاجا أو معتمرا قدم أيضا من هنا، ودخل أيضا من ثنية اللي تعرف الآن بالحجون، أو عرفت بعد ذلك بثنية المدنيين أو بثنية المقبرة، لأن مقبرة المعلاة تقع بالقرب منها، وهي من المناطق التي سوف نتحدث عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما دخل منطقة الحرم، من كثر خشوعه لله على ما من الله عليه بالفتح العظيم، كان لم يرفع راسه، كان راكب على ناقته ورأسه يصل إلى جسده، لحيته تكاد تصل إلى رحله، تعرفون الرحل تحت من كثر ما هو خاشع، ما دخل بطرا متكبرا، قمة التواضع. إذن هذا مكان حرم، بس نبغى نعلم الناس أنه حرم. نعم. من الثنية البيضاء بدأ الحرم. نعم. على الزاهر على هذه. الآن خلوا نروح للحصحاص. بعد أن ترك عيد ومعه الحارثي الثنية الخضراء أو ريع الكحل كما يسمى اليوم، تنقلا في مواقع متتالية جمعتها تحركات جيش الفتح، وهو ماض إلى إنهاء مهمته. من المتوقع أنه اتجه من هنا إلى فخ، ثم من فخ إلى أذاخر إلى الأخنس، ثم إلى بئر ميمون كما ذكر ذلك بالتفصيل الأزرقي في كتابه أخبار مكة، وهو من أقدم التواريخ المتبقية لنا عن مكة المكرمة، ثم نزل على الأبطح كما تشير بذلك المصادر ثم التاريخية، من الأبطح إلى قرن مسقلة، ثم إلى داخل الحرم. إذن هذه الثنية، ثنية الحصحاص، لما نرقاها شوف الآن بدينا نرقى، هي بادية من هنا، شوفوا شلون ما زالت محتفظة بشكلها، ثنية طبعا. أكلت هذه القاضمات الفولاذية، قضمت الجبل. نعم. زين، وشوفوا إلا أنها أبقت منه شيئا، ثم ننزل على طول على الحرم، ثنية الحصحاص.
الآن اقتربنا من المسجد الحرام، ودخل جزء من الجيش من الحصحاص، ودخل جزء من الجيش من الحصحاص. إذا نحن في ذي طوى المنطقة. ذي طوى مشهورة، ليش سميت ذي طوى تتوقع؟ لأن الجبال تحيط بها من جهات مختلفة، فهي أشبه بالبئر المطوية. إذا جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعت هنا من أجل فتح مكة، الدخول إلى مكة، لأجل توزيعها. طبعا إعادة توزيع هنا التوزيع حصل، تدخل مع جهات مكة أربع فصائل رئيسية. الجهة الأولى كانت بقيادة الزبير، وكانت تدخل مع كداء اللي هي تعرف بالحجون، أو ما تعرف بثنية المقبرة أو ثنية المدنيين. وهنا فرقة تدخل من كداء اللي هي جرول، وهذه الثنية كانت بقيادة سعد بن عبادة، ولكن لأنه قال مقالة مؤثرة في حق قريش أبدله الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب. الكتيبة الأكبر والأهم اتجهت من الليت، اتجهت من الليت يعني من فين ستذهب؟ ستذهب من هنا أيضا، من ثنية الحصحاص. اتجهت من وين؟ إلى الليت، الليت؟ أو الرد، الليت هذه الكتيبة، واتجهت من هناك من من خلف ثبير النخل وثبير الزنج اللي يعرف بجبل عمر الآن، إلى جنوب مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبت هنا ولم يخيم هنا، لابد أن نضع في اعتبارنا هذه النقطة، وإنما أخذ كتيبة صغيرة أيضا وخرج متجها إلى وادي فخ، ثم إلى ريع أذاخر، ثم إلى بئر ميمون، ثم نزل في الأبطح. حنا لما جينا لذي طوى احنا جايين نتتبع فتح مكة، ولم ناتي علشان نتكلم عن البير ذا يا دكتور، ونقول انه صحيح هو البير ذي طوى اللي اغتسل منه الرسول وقام او لا، والله ما جينا علشان كذا. قضية البير هذه قضية نظر الله بعض الناس بحساسية غريبة، وانا ارى ان ينبغي ان نكون دائما نقف موقفا علميا. هذا البئر لم يحدد كبئر ينسب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الا في العصر العثماني، والبئر التي يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل منها وشرب منها هي بئر تعرف باسم انبع ابن عنبسة، بئر مجهولة لم يعرفها احد حتى في هذه المنطقة، تقع في الطريق الى الحصحاص يعني الى ريع ابي لهب. يجون الناس يزورون ذا المكان اعتقادا، لانه شائع في العصر العثماني ان هذا البئر هو المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اشاعة شاعت في العصر العثماني وسادت. هل يعقل أن كل إشاعة أو كل، نحن نعرف في كل المجتمعات في الدنيا هناك أساطير، هناك روايات غير صحيحة وروايات غير دقيقة وروايات يشوبها بعض الغلط وبعض الخطأ، فلا بد أن تعدل، ونحن أمة منهج في التدقيق في الرواية. كيف نشأ عندنا علم الحديث؟ حتى علم التاريخ مؤرخون القدامى كانوا ينطلقون من منهج، ولو كان لهذا البئر أصلاً لأثبتته المصادر المبكرة. إذن المكان هذا هو لا شك أثري، أثري العثماني، البئر بوسطه مطوية بالحجر. نعم. البازلتي بئر مملوكية، ومملوكية، وطبعاً هنا ضرب بوية يعني حي الله بوية، لكنه هو من حجر بازلتي أثري قديم جداً ومبني على شكل قبة من الداخل، بس فقط نعلم عن شكله. والدكتور وأنا أرى أنه ليس هذا هو ذي طوى اللي وقف فيه الرسول واغتسل منه أبداً، هو بير ابن عنبسة وليس هذا.
وبعد أن وزع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الكتائب في ذي طوى في كتيبة، كتيبة الزبير بن العوام حواري رسول الله، أتت إلى هذه الثنية. إيش اسمها؟ نعم، هي ثنية كداء. كداء بالفتح، وليست كدا، وليست كدي. هي الآن تعرف بالحجون، وكانت واشتهرت بثنية المدنيين والمقبرة. وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على هذه الثنية، وكانت ثنية ممتدة طويلة إلى حرف الوادي من أسفل، فأمره أن يسيطر عليها بأكملها ويبقى عليها، ويقول له لا تبرح مكانك حتى آتيك، يقول للزبير. وبذلك هو يسيطر على المخرج الشمالي الشرقي لمكة المكرمة، وهو أحد أهم المخارج لمكة المكرمة، ويسيطر عليها من مكان علي. الآن وين نبي نروح بعد الثنية؟ نبي نروح لثنية كداء اللي هي شمال غرب الحرم. هذه كداء، نبي نروح لكداء اللي هي جرول. من هو اللي دخل منك؟ اللي دخل منك سيطر على هذه المنطقة كان بقيادة علي بن أبي طالب في المرحلة الأخيرة، لما أخذ اللواء من سعد بن عبادة وأعطاه علي بن أبي طالب، وقيل إنه ابنه، ولكن الرواية الأرجح هي علي بن أبي طالب. يلا. الشارع بس انتبه، ترى هنا ما في نقطة عبور مشاة، ايش نسوي طيب؟ تشوفون الجبل هذا اللي امام المسجد الحرام؟ هذا يسمى ثنية ريع. نعم. الان هدم بس بقي ثنية كدا بالضبط، وليست كدا اللي هي نعم بالحجون، اللي هي بالحجون، وهذه تعرف كدا اللي ذكرها الشاعر حسان بن ثابت: عدمتم بخيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء وليس كداء. نعم صح. ومن الجدير بالذكر، إذن هي موقعين كداء وكدا، لازم نفرق. وهذه تعرف الآن بجرول، هذه الثنية، الثنيتين كدا وكدا ارتبطت ارتباطا وثيقا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتاريخ المكي. كيف؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل إلى مكة المكرمة دخل من كدا، وإذا خرج من مكة المكرمة خرج من كدا. وش الحكمة؟ يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تعرف، يعني يتفاءل بالأسماء. فكداء بالفتح وكداء بالضم، فربما أن هذا العامل هو الأساسي في هذا الأمر، أو أنه عليه الصلاة والسلام أيضا يريد بذلك أن يكون دخوله، لأن الدخول إلى الحرم من 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 منطقة كداء اللي هي الحجون ستؤدي به أن يدخل من المنطقة المواجهة للكعبة، فهو عندما يدخل من وجه الكعبة، وعندما يخرج من عند ظهر الكعبة، فهذه المنطقة مقابلة تقريبا لظهر الكعبة، وتلك المنطقة عندما يدخل من هناك يدخل من وجه الكعبة. شوفوا، ما تركنا مكان مع الدكتور عدنان إلا وثقناه ولله الحمد. نعم. وهذا من فضل الله علينا. نعم الحمد لله. والله بس عاد أنت تقول حر وأنت من أهل مكة، أجل أنا وش أقول؟ أنا اللي أقول. طيب الآن وش اسم المكان؟ طلعنا الآن من فخ. نعم، إلى أذاخر. إلى أذاخر. هذا اللي اعتقد عاتق البلادي، ربما أنا أكون مخطي، بس هذا فهمي. إن بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي، وحولي يذخر وجليل اللي هو ذاخر. هذا أرى أنه ليس هذا، إنما هو ذخر وجليل نبات بعيد. إذن الرسول صلى الله عليه خرج من فخ اللي هو هذا وادي فخ. نعم، بالكتيبة التي معه. ايه؟ من هذا المكان إلى هذه الثنية مرتفع. ثنية أذاخر. إذن الرسول خرج من أذاخر من فخ على وادي الأخنس، من فخ على أذاخر على الثنية، نزل على وادي الأخنس. الأخنس يسمى الخنساء الآن، حي معروف بالخنساء الآن في مكة، وهو وادي يمتد إلى جبل النور حيث غار حراء. هذا الوادي
دخل منه الى بئر ميمون. ثم ليش نحن نعرف انه ناكد نص انه المصادر الاخرى ايضا تقول ونزل على الابطح، لان موضع بئر ميمون والمنطقه اعلى، فهي اعلى لان الوادي يسيل الى 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 الكعبه من هناك الى الحرم، فنزل على الابطح. لا يعقل ان يمر من هنا، هنا ايضا قريب من منطقه الاحتكاك، قريب من منطقه كداء، لو نزل من هنا واسع هذا جدا، مو بس كذا، وأيضاً منطقة ربما تكون منطقة اشتباك عسكري، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد بشخصه أن يتوارى عن المكين، لا يرونه المكين إلا بعد أن ينتهي الحدث. طيب الآن خلصنا من ثنية ذاخر، نبي نروح أنا وياك نرقى الثنية وننزل على على الأخنس، وادي الأخنس أو ما يعرف بالخنساء، نذهب إلى الأخنس. في تنقلهما بين الثنايا والمواقع التي ارتبطت بفتح مكة، توقف الاثنان في كل المواقع التي مروا بها عند جبال شكاعيد ومعه الحارثي من جور بلدوزرات البناء عليها. يعني رسالة بسيطة، يعني أنا استغرب من هدم الجبال في مكة أو في أي مكان، أنا أشوف الآن في الدول وأنتم تشوفون حتى في أثينا اللي فيها كلها جبال، نعم، شبيهة بجبال بازلت وجرانيت أو رخام، ما يهدمونها يبنون عليها، ليش تهدم الجبل؟ خل التلال كذا، لكن ما أدري ليش يعني عندنا يهدمون. نعم مكة، أو طلعنا عن الموضوع، إضافة بسيطة، مكة جبالها هي من المدن القلائل على مستوى العالم التي جبالها لها تاريخ. أيوه، عشان هذه الثنية في جزء من الجبل أيضا، وهي لها تاريخ، لا تاريخ مرتبط بالنبوة، لا تاريخ مرتبط بالحج، لا تاريخ مرتبط بأحداث مكة التاريخية والحضارية والسلع والتجارة وغير ذلك من العوامل المختلفة. خلنا نعلم الناس يا دكتور، جبل مشهور هنا شفوه أسود، وش يسمى؟ قعيقعان قديما والآن يسمى جبل هندي، وله رؤوس عدة، وهو من الجبال الكبيرة المحيطة بمكة، بل أحد عناصر حصانة مكة ومتانتين. قعيقعان مشهور عندكم، قعيقعان، أبي قبيس، جبل الكعبة، جبل الكعبة. هذاك جبل الكعبة، نعم. تشوفون هذاك الجبل الصغير اللي عند المباني، هذاك جبل الكعبة، هذاك اللي يؤخذ منه صخور الكعبة، هو الآن صغير، يعني هو الآن صغير وأكل، نعم، والآن بني عليه، نعم، شوفونه، نعم. إذن حنا في وسط ذي طوى، نعم، قعيقعان، جبل الكعبة، فيها الجبل الطوال اللي هنا، نعم، اللي ذكره الأزرقي، نعم، ماذا يسمى؟ ويسمى، لا يحضرني اسم هذا الجبل، هو ذكر الطوال بالطوال. وش اسم الجبل ذا اللي تقع عليه ثنية؟ هو امتداد لقعيقعان وجبل هندي، ويسمى الآن بجبل السيدة نسبة لمقبرة المعلاء، وجبل المعلاء نسبة لمقبرة المعلاء، ويعرف مشتهر الآن بجبل السيدة نسبة لأن قبر السيدة خديجة في هذا المكان. هنا ورانا قبر مقبرة المعلاة، مقبرة أهل مكة، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك مقبرة أهل مكة. نعم، في نقطة مهمة، لما نقول جبل أبو قبيس، ترى جبل أبو قبيس يمتد إلى يصير يعني شعب بني هاشم، نعم، أو شعب أبي طالب، أيوة، ومن خلف الشعب بني، كلها امتداد لأبو قبيس. أيضا كداء، هذه الثنية امتداد لقعيقعان، نعم، صح ولا لا؟ نعم، عشان الناس، نعم، تفهم، هو ليس قطعة جبل، له ذراع أيمن وذراع أيسر، والجبل له وجه وصدر وظهر، هذه نقطة مهمة بالجيرموفولوجيا، مو قطعة جبل بس، ترى له وجه، له وجه، اتجاه، شروق الشمس، غروب الشمس، يمين ويسار، وأحيانا يكون الجبل أكثر من قمة. نعم، ثنية كدا هذه تابعة لي جبل القعيقعان، نعم، أيضا، أيوة، من زي ما قلتكم أن الجبال متصلة في بعضها، بين قعيقعان وجبل الكعبة، بين قعيقعان وجبل الكعبة. لاحظ جبل قعيقعان الآن كم قمة له وامتداداته، واجب، من الوراء، هو جبل كبير جدا. صوروا ذاك اليوم يا دكتور لما تجي القوافل أو يوم الفتح لما يشرفون على ثنية كداء، يرون مكة كلها تحتهم أسفل، تصوروا هذا المنظر الآن، طبعا الآن ما فيه يعني، لكن في صور قديمة لمكة توضح، نعم،
هذه الثنايا وهذه الجبال والبيوت الأثرية، حتى أن شبيهة بالعهد النبوي وقبل العهد. الخرائط أيضاً موجودة، الخرائط موجود، كل شيء لمن يريد. نعم. زحام التاريخ وتفاصيل السيرة عددت الروايات في أكثر من مكان، وجعلت فيها مناطق اختلاف لا يفسد فيها للود المكي قضية.